خلونا دلوقتي نتابع مع حضراتكم الأخبار اللي هتحصل النهاردة في سياق هذا التقرير. بخصوص الأخبار اللي هتحصل النهاردة، فالنهاردة هيعقد مجلس أمناء الحوار الوطني اجتماع لمتابعة تنفيذ الحكومة الجديدة لتوصياته، ولكي يعاود طرح تساؤلاته على الحكومة وتنسيقه معها فيما تم تنفيذه من توصيات الحوار الوطني خلال مراحله السابقة. الاجتماع هيكون منوط بيه على وجه عاجل المتابعة مع الحكومة الجديدة لتطبيق الخطة التنفيذية اللي وضعتها الحكومة المنصرفة، خصوصا في ظل استمرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس ليها وتحمسه المعلن والمستمر للتعاون مع الحوار الوطني. النهاردة هيؤدي طلاب الثانوية العامة امتحان مادة الكيمياء الشعبة العلمية والجغرافيا للشعبة الأدبية، وبيتضمن الامتحان 46 سؤال في كل مادة. وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إن الأسئلة هتكون متدرجة من حيث الصعوبة، وبتفرز مستويات الطلاب المختلفة وبتقيس نواتج التعلم المرتبطة بالمنهج الدراسي. لعشاء الكرة الأوروبية موعدهم النهاردة مع مباراتين مهمين في إطار دور ربع نهائي كأس الأمم الأوروبية يورو 2024. هيلتقي منتخب إنجلترا مع منتخب سويسرا في تمام الساعة 7 مساءً. في العاشرة ليلاً هيلتقي منتخب هولندا مع منتخب تركيا.